نهى 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 قومي، تأخرنا على المدرسة بسرعة. يلا يمدينا قدكم طريق. يلا قومي قومي، ولا تبين ابوكي قاعد يلاقيك فيها؟ قومي خلصيني. ها بوي وين راح الدار؟ لا راقد في الصالة من ورا السم اللي طفح البارحة. يلا قومي خلصيني قبل لا يقعد. خليني اروح اقعد اخوك سليمان. انا ما اعرف هالمنبه هذا ليش ما قعدني. يلا قومي. يلا يا بنات كل واحدة على طابورها. شفتي شفتي خلقتها هالبنت المايعة؟ معقولة؟ لكن احنا ما عم نلاقي وقت الصبح نتصبي خلقتنا بالمراية. انت بتلحق تعمل كل هالشي؟ في خوش مفاجأة ناطرتها. شو؟ بتروحي الصف وبتشوفي؟ روبا هل قد بتعملي لي من الصبح افلام تشويق؟ شوفي ابلا نورا انقلت لصفي. نقلتي شنو؟ ليش؟ ايش تبي فيه؟ وحده مشاغبه ومزعجه راح تعديك بالصف. يلا يا بنات. الحين هذه يا ملو ما تستحي لابسه شي؟ الحين بذمتش بنات الثانويه ناقصين خراب عليهم في بعد؟ انا ابوه الا بدنيه بتضل التاليري بهالبنطلونات؟ انا بكلمها عقب الطابور ما له معنى. اي بس لا بقلا. شوفي ما احلى عليها. شفتي بناتي الطالبات، انا اهنيكم واهني نفسي. اليوم افتتاح اول حضانه مدرسيه تتعلمون فيها الامومه بشكل عملي، وإن شاء الله إذا نجحت الفكرة راح أدعو فريق من الوزارة لتبني هذا المشروع. وعلى العموم أنا شاكرة لكم وايد، لأن هذا المشروع ما قام إلا من تبرعاتكم. بشاير ما داومت اليوم؟ عادي تو الناس الطابور بعده ما خلص، بس هي بالعادة ما تتأخر. لبيك يا علم العروبة كلنا نحمي الحمى لبيك. لبيك واجعل من جمادي بناري عشك سلما. فحيوا فحيوا معي وطن الحبيب يا بطل. فوق راس ابوك ما راح يقعد، انت تعرفينه يوم يشرب. بس ايش قاعده تسوين؟ ما في مصروف في البيت وصار له شهر من اعطانا الفلوس. اذا طلعنا فلوسه ناقصه والله بذبحك. انت تدرين انه ما في صابون ولا في خضره في البيت، نموت من اليوع والوسخ يعني علشان حضرته ما يعصب؟ يلا 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 خلصينا نروح ندرسه. تفضلي. يسلموا هالايدين. بالعافيه. شفتي يا نبيلة؟ يوم أقولك مرة ثانية شيء لازم تصدقيني. شفتي؟ خذتها من صفك وحطتها عند ربوع عشان تنفعها يا ودي. بس والله حرام، أنا ما صدقتها إمتى صارت بصفي، قامت نقلتها على صف ثاني. أنا قلت لحالي وأخيرا فرجت عليك يا نبيلة، بس ما كملت معي ما كملت معي. شوفي ربا هذه
وحدة مو بسهلة، يعني ناشفة، يعني بالعربي يا نبيلة مو على مزاجك. اللي أبغيه منك الحين أنك تضبطين بينك وبين البنت، يعني أسئلة امتحانات واجبات، فهمتيني ولا لا؟ ترى ما راح تنسالك إياها يا نبيلة صدقيني. هيك قلتك ليلى؟ كيفك؟ باكر بتقولين ليلى قالت. طيب عن إذنك هلأ، لأنه أنا عندي حصة، أنا بس من وجعي إجيت أشكيلك همي. هذا من ذوقك، والله يكون في عونك، وصدقيني إن قلبي معاك، تبغين الصدق قومي سيري، لأن هذه أبلة نورة وحدة مو بهينة، عافاني الله، يني تزيغ 24 ساعة، ما تجلس على الكرسي، 24 ساعة تلفي المدرسة، تقولين دورية شرطة، قوم قوم قوم، قومي سيري صفك. صباح الخير. صباح النور. هلا أمل. قعدي حبيبتي. أعتقد إن بشاير تبي تقول لك شيء. أها. يلا أخليكم بروحكم. هلا بشاير. شو أخبارك؟ بشاير أنا هني بس علشان أسمعك، وقولي اللي في بالك، إن شاء الله لين باكر، وانسي إن عندك حصص. أظن ما في شيء. بس أبغى أمل وأبغى شيء يقولون في شيء، ولا أنت موثقة فيني؟ يلا قولي اللي في بالك وما تخافي. انت شو تسويني؟ بيت ابوك هذا؟ انا طرشوني لهذا البيت، انت راعي البيت؟ اي نعم. تفضل هاي الورقة. وين تحب ننزل لك اياهم؟ فقال له جحا: إنما أتيت لأطمئن على مسماري. وهكذا قالت العرب مسمار جحا. موقف مضحك أليس كذلك؟ ديمة، وجهك مشرق اليوم على غير العادة، أدام الله عليك السعادة. شكرا. أبلة؟ نعم. وين المكيفات؟ ذهبت من حيث أتت. قاعدين مسلسل مكسيكي، عشت وما تبي الا باللغه العربيه الفصحى. غثتني. اين كنت؟ من اين اتيت؟ اين ذهبت؟ تعالي تعالي روحي. غثتني غثتني، ما ادري ايش اسوي فيها. اخرجي اخرجي. ولا صح، تعالي. انتوا ليش خذتوا المكيفات؟ هي صدق يقولوا ان ابله نوره ردت المكيفات على ابوك، او ان عنادا فيك. بالطقات كيف هي الخسرانه، مردها هي اللي بنفسها بتي وبطرهم مره ثانيه. الا انت وين كنتي؟ ها؟ كنت عند عاشه شويه. مريمو لا تقعدين معاها وايد، تعاديك تصيرين مثلها قطيعه. مسكينه، تعاديني بشو؟ على الاقل خليتها تعلمني كيف احل المساله. مصيبه ام قلب، خايفه على عمرها. خليني انا عابل ببلربه واللغه العربيه مالتها.
بنات ها جتلي فكره. شو تبون تضحكون؟ هلا شو بسوي دقه بوحده بخليكم تضحكون للسنه الجايه. فمنو انشا قبل يطق الجرس وبتعرفون بمنو. يلا قوموا. طب ليش عندنا هني؟ انت صدقي حد شاتب لنا الفضايح. اكرمي نفسك وتج عن القهفه. ام ياسر ام ياسر ايش تبون؟ وش حق جايين؟ انا ابيك بخدمه ام ياسر، واللي سلم عمره تليفوني حاطته داخل، روحي جيبي انا ما اقدر ادش داخل. يا بنتي بديت خشمك لسوي لنا سالفه ويا المدير مثل هذيك المره، الله يخليك. اخر مره بس انت روحي جيبي الحين. طيب يوه ليش كفلت عليه الباب؟ مريم شاب لا تجيب لنا الفضايح وامشي قبل لا تطق الجرس، امشي. شتسوي؟ بفتشة شحقة؟ يبا من لا يطق الشبدي؟ أنا هناك بيطاليا أراكض من مكان لمكان، أي هني أقعد بالبيت؟ بهج مليت؟ تصاحي مجنون، وين عكازة؟ قطيتها. لا، أنت بصراحة مو بصاحي. لا تشيل أقول لك. يبا مليت بفتشة؟ إن شلتها بتعري طول عمرك. مو مشكلة، أنا راضي. يعني أنت ما تبي تسمع كلامي؟ طيب، على كيفك. أنا ما بقول لك شيء. خلتيك أبلة نورة وتعطيك هذيك المحاضرة اللي تنسيك اسمك. ما راح يصير. ليش؟ لأن مثل ما أنا سكت عن الكاكاو والحلاوة اللي تخششهم تحت الفراش، أنت بتسكت عن هذه. تهددني؟ تهددني يا خلود؟ ما عليه. تعالي عقب عاد وقول أخ ريلي تعورني، أعطيك كف على وجهك. ما راح يمديك، لأني بسافر. بفايل. ابو فهد خير؟ ايش فيك؟ نسيت اني بسافر؟ تسافر؟ حد قايل لك لا تسافر، سافر بالسلام. ايش فيك انت الحين؟ ما فيني شيء، انت بتسوي فيني شيء غصب. ابو فهد انا صار لي ساعة اتناقش وياك. لا خذيت منك لا حق ولا باطل. قولي لي عقب ما كلمك خالد غيرتي رايك؟ لا لا لا، شفيج؟ انت اللي شفيج؟ حسستني انك مسوية جريمة. ربا صبا كانت رفيشة الروح بالروح وتقول لي اشياء انت ما تدرين عنها حتى. لو كانت تدري انك بتخربين حياتك عشان ولدها كان ما وصلتك على ولدها. يعني يا اما اني اتزوج يا اما اني قاعد اخرب حياتي؟ شنو هالتفكير؟ لا لا لا، انا ما راح اتناقش معك بهالموضوع مرة ثانية، لان كل ما تناقشت معك تلفين وتدورين وتحطين الموضوع بصالحك. بس انا هالمره حاسه انك متحسفه لان دشيتي هالموضوع بارادتك. ما ادري، تعرفين لما تشوفين انسان وتحسين انه يحبك؟ مع اني انا ما شفت خالد وايد، هي كم مره اللي شفنا فيها بعض، بس كل مره اشوفها فيها احس انه في شيء مو طبيعي. حبيتي؟ ما عارفه عشان احبه. تدرين اول مره احس اني عندي استعداد اخلي احد يفاتحني بهالموضوع واسمع له واخليه يصرح لي بمشاعره. حسيت من داخلي ان فيني شيء يقول لي ايه. قولي ايه. الولد مستعد يتحمل ظروفك، باكر عمر بيكبر ومحتاج ريال يوقف معاه. شوفت عينك، لولا ابلة نورة كان رحت المركز بروحك. أنا ما في ريال بحياتي، ولا أنتي ولا شيماء. تكفين شنو ناقصنا؟
ناقصنا الإحساس اللي تقولين عنه. عشان كذي أقول لك فكري ولا ترفضينا. مو كل يوم يجيلك واحد ومستعد يتحمل ظروفك. خليك تقول الله. صلحت الامتحان القصير؟ لك يا ريتني لا شفته ولا صلحته. لك معقولين انتو؟ معقولين؟ ولا كأنكم قاعدين بالصف؟ اي الله لا يعطيكم عافية. وين الفهيمة مريم والزكية هيفاء؟ ها؟ ليش أبلة؟ ليش أبلة؟ ولك عين تسألي كمان؟ ولك معقولة انتي؟ المفعول به منصوب بالنصبة؟ على شو عم تضحكوا اه؟ على خيبتكم؟ لك سيبويه بجلالة قدره، لو شاف اللي عم تكتبوه على الورق كان ما ترك ورا علم، كان حرقه كله قبل ما يبتكي. يا حوينة التعب فيكم، اكتبوا، اكتبوا والله لا يعطيكم عافية. لا تضايق مني، ترى مالي غيرك بهالدنيا. عفا عليك بس يا خالد، أنا متضايق منك. أنا مو متضايق منك، متضايق من نفسي. مو بقادر أقول لك سافر وتترك علينا البيت فاضي. أنا قادر أقول لك لا تسافر وتترك مستقبلك. آخ من بطني وآخ من ظهري. شو أسوي؟ أنا أشوف إن بشاير محتاجة لعلاج نفسي. عادي، أنا ممكن أكلم دكتورة أخصائية نفسية تجينا يوم بالأسبوع. بس أخاف طالبات يستحون من مراجعة الدكتور النفسي. ليش عيب؟ الدكتور النفسي أصبح حاجة مهمة بهالعصر، حالة حال أي دكتور ثاني يعالج الأمراض، ما فيها شيء. صح.
ما عندك حصه؟ هي نعم ابله، حصه رياضه بدنيه. وين رايحه الحين؟ رايحه اوديها الفريان حق ابله فايقه عند ابله ليلى. راح تودين الفريان حق ابله ليلى؟ هي نعم ابله. من ابله فايقه الاخصائيه؟ هي نعم ابله. عظيم يا شيخ. حضر يا ابله. راح صفج. ضبية الحين السوليتير لما نسكره كل الاوراق شلون نحسب النتيجه؟ ابلع على اليمين تحت راح يطلع لك السكور. مشكوره. السلام عليكم. تفضلوا على المكتبه، ماكو حصه. هذا من أبلة فايقة. أبلة نورة، أنا أنت ما أنت مهيئة تكون مدرسة. أنت لازم تشوفي لك مهنة تناسب تصرفاتك، لأنك خطر على المجتمع. أنا أول مرة بحياتي أشوف أبلة تقرأ الفنيان وتشوف الجنجفة قدام الطالبات اللي المفروض تشرح لهم حصتهم. أبلة نورة، أصلاً أنا وأبلة فايقة كنا قاعدين نغشمر، يعني غشمرة الأكثر والأقل، ضحك. ضحك على الضحك الحين يكون بعلمك ممنوع تدخلين اي حصه بالمدرسه، ومن باكر تقدمين نقلك للوزاره تشتغلين اي مهنه الا انك تكونين مدرسه. لو سمحتي. أنا؟ وين رايحة؟ مشيكو. البيت هذا بيتنا. أنا ما أعرفك. هذا بيتكم؟ إيه بيتنا. بغيتي أحد هني البنات يعني؟ أنت بالعمارة ساكنة؟ لا لا، الظاهر أنا مضيعة. هي أكيد مضيعة. الله يستر عليك. هلا. شو هيك ما تبي تسوي؟ شو ناطر احد؟ ناطر بعد توني قاعد من النوم. قوم 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 بس كلوب. يلا 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 قوم. قاعد من النوم. ايش فيك انصدمت من شفتني؟ شو الطاري مرني هالهزه؟ قلت اوسع صدرك مدام بروحك بالشقه. خلود ايش تبي؟ خلود ايش فيك؟ من صدقك؟ والله ما ادري، ضايق خلقي. افا ليش؟ عبد الرحمن اخوي ما ادري ايش فيه، احس انه مو مثل قبل. اليوم لما قلت له اني بسافر حسيت انه وده يردني بس مو عارف شلون. حتى امي ما ادري ايش اسوي. عادي، دائما بس تسافر يسوون كذي، كل يوم او يومين بيتعودون. انت لا تحط ببالك. والله ما ادري. ايش قصدك؟ يعني لمتى بتن برا؟ انت خبل، الناس يدورون هالفرصه باتفق وكافي معاشك، ما تحصل مثل هني. ليش؟ اقدر انقل اوراقي بفرعنا هني. انت من صدقك؟ والله ما ادري. ما ادري.
فايقه. ما اعرف من شوي كانت هني بس الظهر طلعت. تعالوا شيلوا هالدرج ودوا غرفه الاطفال الجديده. مو صاير للخير. إذا فايقة بغى درجها خطيني المكتب. إيش فيك؟ لا ما فيني شيء، شوي تعبانة يعني قلة نوم. يوسف عنده خفارة وطول الليل ما نمت، فكرة تودي وفكرة تجيب. لا تخليني في بالك قلة نوم لا أكثر ولا أقل. ما كل العافية إن شاء الله. زين ليش ما تروحين البيت؟ للحين ما خلصت شغلة، عندي إحصائيات وما خلصت للحين. إحصائيات تنظر، يلا روحي. شكرا. يعطيك العافية أبلة نورة. حياتي أنت عاد تعرفين إحنا ثنتيناتنا في مدرسة واحدة، ومهما يكون أي خلاف بيننا فكله عشان قلبنا على هالمدرسة. أنا واثقة من دوافعك وإن شاء الله ما بيننا خلاف. وترى الوزير بيطب علينا بزيارة مفاجئة، أنا خبرت الفراشات من يخلصون حجرتي يصيرون يبخرون حجرتي. ومن قالك إن الوزير بيجي؟ انت ما شفتي مكتبك يمشي من الصحفيات، هم قالوا لي بعد ساعة بالضبط بيكون الوزير موجود بزيارة مفاجئة. خلاص الحين ما عادت مفاجئة ليش ان كلنا درينا. على وين يا الغالي؟ ساير البيت، أحس راسي يعورني. هي أكيد إن بغيت تشتغلين في البيت عادي لصالح العملية التعليمية حبيبة أبلة نورة. أنا ما أدري هاللسان الطويل هذا من وين تجيبينه، ولما تكلمت ما أدري وين يصير. هذه أنت حبيبتي، لكن أنا ما أدق الطار مقلوب. إذا كلمتني بكلمة أرد عليها بعشر. هي حقايبة بيدي. عيل حبيبتي سيري بمكتبك. وين مكتبي؟ منو خذها؟ أبلة نورة تقول لك إذا بغيتي شيء سيري للمكتب. أنا ذنج. الحين هذه ايش حق أخذت مكتبي؟ يعني ما شيء مكاتب المدرسة؟ شيء مدرسة أبوها؟ أنت ما لا جالسة تحطميها، تعالي شوفي المصيبة اللي أنا فيها. أبلة نورة طلعت بناتي من صفتي وخلتني بيزة ما أسوى قدامهم. وينو مكتبك؟ الناظرة؟ اي نعم انا الناظرة. من حضرتكم؟ نحن صحفيات جايين نغطي زيارة معالي الوزير الفجائية. انا شاكرة لكم جهودكم وتعبكم وزيارتكم للمدرسة. لو سمحتي عشان ما ياخذنا الوقت بالحكي ممكن نعرف مسار زيارة الوزير؟ بقدر ما انا مقدرة جهودكم بتغطية الخبر، بقدر ما وجودكم اساء للزيارة المفاجئة، لانها ما عادت مفاجئة للاسف. لا لا هو ما رح يدري ان احنا عطيناكم خبر، نحن بس قلنا لكم كخدمة عشان تسوي ترتيباتكم. اذا كانت الزيارة فجائية مثل ما قلتم انت شلون اخذتي خبر؟ انا عندي مصادري فاكون على علم بزيارته قبل لا تصير، فحبيت اعطيكم خبر كخدمة مني عشان تطلع مدرستكم بصورة حلوة. انا واثقة ان مدرستنا باحسن صورة من غير ما تحتاج اي دافع. شو هذا؟ شو الحركة؟ شو مسوي هالمينونه هذه؟ هذه ليش حاطه مكاتبنا هني؟ شو الغرض يعني؟ ما تدري ليش بديتك؟ ما تبانا ندرس عاد ما بغيت لك تستعمل معايا الحركه هاي. انا باها من الله فكني ما ادرس، اهم شيء انه يمشي معاشي وبس. شو بكثر من شيء. مبروك مبروك على المكتب الجديد. الله يبارك بحياتك. حق الشموته يا سعد وييبه ما ادري. نعم سلامتك. اقول ابله ليلى. نعم حبيبتي هذه خطه العمل الجديده من مسؤوليتك. شو شو ما شو هذه خطه العمل من مسؤوليتك وتفضلي. انت شو تقولين؟ شو اتفضل؟ تعالي تعالي وين سايره حبيبتي؟ عندك كلام ابله نوره بعد شويه يعني لكم. اقول اللي عندك. انا ابنك انا ابنك.
انت منو قالت جبت رياها الحين عن اذنك او انه ما عنده سالفه بلا خبرها الوزير بيمر في المدرسه يلا بسرعه تحركوا شوفوا شو بتسوون يلا بسرعه انا بصير بخبرهم تقول لك الوزير الوزير يلا ومنو قالت اني انا بتريا اصلا انا بس اسوي الكيكه بديت يلا الوزير ثلاث اربع عكس واحد اثنين ثلاث بس قلت لكم عني دار بسرعه بسرعه يلا تحرك انت وهي ايش بلاتي تطالعيني يلا تنو يمشون على بيض يلا بسرعه بسرعه ابلا رفع لو سمحتي تعالي ركضي بوي القسم مالكم بسرعه الوزير جاي زياره مفاجئه للمدرسه ابى الوسائل زين وابى الحصص نموذجيه بسرعه بوي بسرعه ابلا امل بغيت طالباتي ابوي يشلون السامان اللي عدال الباب مع الفراشات دقائق بس يلا بنات لحظه انت ما لاحظتي اني شو قطعتي علي حصتي وي شو من حصص هذه البدنيه لا فيزا ولا كيمياء ترى انا بنظري حصتي اهم من الفيزياء والكيمياء بنات كل واحده بمكانها يلا عن اذنك وين وصلنا واحد اثنين ثلاث اربع عكس انا معك تفضلي انا صباح الخير معالي الوزير اهلا وسهلا أنا بخير طال عمرك الله يخليك طول عمرك معالي الوزير اسمح لي بس أعرض عليك زيارة مدرستنا بوقت ثاني وقت أنت تحدده وبروحك بدون ما حد يدري طال عمرك أنت لو جيت اليوم زيارتك ما راح تكون مفاجأة طبعا لأنها راح تقابل بالنفاق الاجتماعي والتكلف طال عمرك أنا أتمنى نعم أتمنى زيارتك فعلا تكون مفاجأة بدون ما حد يدري أنا مقدرة لك هالشعور مقدرة لك حسن المصداقية طال عمرك أنا ما أحب أشوف النفاق الاجتماعي بمدرستي علشان كذي طلبت منك هالأمر أنا شاكرة لك ألف شكر طول عمرك تسلم طول عمرك أشكرك مع السلامة الزيارة بالغيت ربا أعطيني كلمة على وزن وزير ليش؟ لأني عم بكتب قصيدة وعقلي مو معي شو وين رايحة؟ رحلة الرحلة اللي نظمناها حق مكافحة التدخين تين؟ لا حبيبتي لا واترك الوزير اعطيني كلمة اعطيني كلمة انا ارضى عليك ضمير ضمير يا نبيلة ضمير ضمير ووزير الا ما بيزبطوا بنوب بنوب مشيت لك المدرسة مثل الساعة الحين لا يا الوزير بيضرب على راسه من النظام حلو هذا العشاء فيك وين الصحفيات مشى قبل لي الوزير الوزير ما راح يجي ما راح يجي تيش حقه انا من الصبح وانا تالي من قسم القسم واخرتها كنسل فجأة ليش بنات هدوء لو سمحتم طبعا انتم عارفين ان احنا وين رايحين مستشفى السرطان وبالاخص مستشفى سرطان الرئه طبعا المدرسه نظمت هالرحله بالتعاون مع وزاره الصحه فرجاء لو سمحتم لا تضايقون المرضى ولا تفرضون نفسكم عليهم اللي يقدر ياخذ ويعطي معاكم قعدوا معاه وغير كذي لا شكرا طبيه
نعم أبلة. قميصك ليش مبطل كذي؟ أبلة حار. أنتي طالعة من الصف قميصك مسكر. الحين سكرة. قاعدي قاعدي يلا. بدينا. عادة المرضى اللي هني وخصوصا اللي تحت العلاج الكيميائي نفسياتهم ما تسمح لهم بأن يتكلمون حول طبيعة هذا المرض، بس في مريض ممكن يخدمكم في هذه الناحية، أكيد كلكم تعرفونه، الكاتب مرعي عمارة. مرعي عمارة مريض؟ إيه، ومن مدة. نقدر نشوفه؟ يا جماعة أعطوني دقيقتين أستأذنكم منه، وبس ما أعتقد أنه بيرفض عشان هو وايد اجتماعي ويحب الناس. عن إذنكم. أبله. نعم. مرعي عمارة هو اللي يكتب في جريدة الفجر؟ إيه. واي 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 واي، يعني أنا اللي أفهم كل شيء وأنتو بقر ما تفهمون. ضبيو، البنية سوت لك؟ ما قعدت شيء؟ أنت شفيش مستثقلتني؟ كل هذا عشان قامت حل واجباتك؟ سكت وعد. يا ريتكم تتدربون كثر ما تتكلمون. يا عم انت اصلف طولك شويه. شريك وين طلعت لنا؟ طلعت ايه ونزلت ايه يا راجل؟ انت داخل على مدرسه مش فيها الحلال. استنى شويه، خليني اكلم حضره النظره. يا حضره النظره، الراجل ده لا مؤاخذه مش على بعضه، لا مؤاخذه استغفر الله العظيم، شكله شارب حاجه. شاب من هو هذا؟ شارب حاجه، شارب بويتك. يا عم انت ما تمسك نفسك شويه. في ايه؟ شلب. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع بقى، انت راجل زي والدي ولا مش عايز اغلط فيك؟ راح يلا يلا يا أستاذة. خليها يا ابو احمد خليها. ايوه بس حضرتك الراجل ده مصمم ان يشوف بنته وراسه ألف سيف الا يشوفها، وبعدين لما اخذ شكله كده استغفر الله العظيم. ما يخالف، خليه خليه. انت على راسي. تفضل. لا انا شارب خالص، بس خلي هالتيس يجيب لي قهوه. استغفرك يا رب واتوب اليك. نعم شتامر. ابي بنتي. شو اسمها بنتك؟ اسمها نوها. لا 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 نوها اختها، اسمها بشاير. بنتك شو اسمها بنتك؟ فيك بشاير بنتي. استغفر الله العلي العظيم. اي بشاير؟ ما ادري عنك. بشاير بنتي. ما تعرفي بشاير؟ يعني كم بنية عندي اسمها بشاير. يا بني آدم بشاير شنو؟ عطني هويتك. يا أبو أحمد عطني أي شيء اسمك هويته. يا عم أنت مش دي البطاقة؟ استنى ما أشوف اللي معاك إيه. هو في إيه بيته معاك من الصبح ولا من بقى؟ أهي قلت يا عم أنت مش صاحي. تفضل يا ست، أهي البطاقة بتاعته أهي. ماجد مبارك. هذا أبو بشاير اللي قلت لك عليها يبي لها طبيب نفسي.
بصراحة ما تلام البنية إذا هذا أبوها. نعم البنية الحين بالدوام. البنية الخايسة هذه أنا بوديها المركز. ليش؟ خذت من بوك فلوس حرامية، أنا لازم أخذها معي. شوف عاد إذا ما احترمت نفسك ومشيت بتصل بالشرطة وبقول لهم عندنا واحد سكران. ليش خلاص 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 تعال 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 يا عمي معي. دينا الهوية لو سمحت، دينا الهوية. تعال انت بقى معايا. راويك ربنا يستر علينا. راويك ربنا يا راجل امشي لك عايز اعمل سنة من هنا لعروقك. وانت ليش ما رحتي؟ فايق انتقلت للإقامة الجبرية في الورشة، ما حبيت اخلي الغرفة فاضية. والله عندي الضمير. ابي بشاير. اظن انها راحت الرحلة معاهم. خلاص اذا ردت بقعد معاها. كنت سابق الزمن، كنت أركض وأركض وضحكت للدنيا وأخذت جائزة أحسن روائي بالوطن العربي، وفجأة صابني المرض وكل القوة اللي فيها وكل الثورة اللي فيها كسرتها سيجارة صغيرة.